صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله، يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادتي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أغثاه من ذكرى وقعت كربلا، أنت أم كل حزينة وحزين. فيك الحسين لقى المنون، فلي لاقيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلى حتى الجنين فداه كل جنين. والقائل أن لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي بيني، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي. لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. هذا دمي، جزاك الله يا أبا عبد الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. هذا دمي فلتر وصادية الظبا، منه
ما بين منحور وبين طعين ماء الفرات محلل لكلابهم، وأنا الذي عن ورده منعوني، فعلي نسعى إليك مقنطرا فوق الثرى، وانت الشافع لنا وتدري مصابك يا الولي، فتنا ونحلنا ممزوج ماي الليل شرب بدمعة العين، وما قط يصير لنا ولد غيث شبابه نفرح به الا ذكر علينا شبابه يشابه شباب اللي الى المختار شابه في جملة اخلاقه وفجع قلبك به البين. يشكي العطش ومن العطش قلبه تفطر، نبجيك لا نبجيه لا نبجي النساوي، صابك يا ابو السجاد حارت فيه الافكار وصوت استغاثاتك ارتجت فيه الأقطار، ولباك نور الله بعرش بين الأنوار، وانوار شيعتكم يا بن خير النبي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا من الواضح أن من أهم الشرائط التي تعتبر في القائد الذي يريد أن يتصدى لقيادة أمة أو لزعامة فئة أو لأن يكون حاكما أو أميرا يتولى دور الرئاسة والريادة وتدبير الشؤون، من أهم الصفات التي تعتبر فيه صفة الرأفة والإشفاق والرحمة، لأن القسوة والغلظة والخشونة والشدة إذا كانت هي الطابع وهي الصفة الملازمة إلى من يقود المجتمع، لا ريب أن صفته ستنعكس على فعاله، وبالتالي سيزج بالمجتمع في الأهوال والمحن، ينعكس ذلك على أوضاع الناس فيعيشون الحياة المليئة بالويلات والآهات. وإن هذه الآيات الكريمة لتذكرنا بصفة من أبرز صفات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كشخصية قيادية إلهية تحمل دور التبليغ وأداء رسالة السماء إلى الخلق، وتضطلع بدور تدبير شؤون الأمة وإدارة أمور حياتهم. إن هذه الصفة التي يحملها قلب الرسول صلى الله عليه وآله هي صفة الإشفاق. القلب المشفق هو القلب الحريص على منافع الغير، الذي يحرص على أن غيره من الناس ينال الخير وينتفع بكل ما يسمو بالإنسان إلى نجاته وإلى كماله وإلى هنائه واستقراره. وإذا فات الغير خيرا، إذا فات الغير من الناس أي لون من ألوان الخير والبر، صاحب القلب المشفق ينقبض، يتألم، يأسف، يندم، يتحسر، لأنه يريد الخير للكل، لا يريد أن يجمع الدنيا لأجله وإن هلك الآخرون، لا يريد أن يجعل كل الهناء وكل المال وكل المؤهلات وكل الخصائص وكل المنافع محصورة فيه ويحرم منها الآخرون. من أسوأ ما ينكل بالمجتمع ويدمره يوم أن يبتلي بقيادة تحمل هذه الصفة البشعة
تريد الخير لنفسها وتمنعه عن الناس، بل لا تكتفي بمنعه، بل إنما تذيق الناس ألوانا من الشر والوبال والمحن. رسول الإسلام صلى الله عليه وآله يخاطبه الجليل جل وعلا فيقول إليه: لعلك فلعلك باخع نفسك. باخع مأخوذ من بخع على وزن فعل، بخع أو البخوع، بخوع النفس، معناه إهلاك النفس من شدة الحزن والغم، نوع من الأسف يعتصر القلب ويكتنف الفؤاد حتى لا يكاد يأخذ بصاحبه إلى مستوى الهلاك، إلى درجة الهلاك، كما في التفسير الأمثل وغيره من التفاسير. إذن لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك من الحزن والغم. علامة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أخذ بك الأسف عليهم والحرص على نجاتهم ومنفعتهم، أن كدت تهلك نفسك من الحزن والغم لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث. طبعا المراد بالحديث هنا في الآية القرآن الكريم، دعوة السماء، رسالة الله عز وجل لأهل الأرض، الدعوة السماوية التي يبلغها المصطفى صلى الله عليه وآله، والتي وقف منها الناس على نحوين: قسم بادر وسارع مصدقا مؤمنا ملبيا مستجيبا مخلصا عاملا ملتزما بنهج الله عز وجل، والقسم الآخر قابل تلك الدعوة بقلوب عمياء وآذان صماء وعيون عمياء، قال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وأيضا قولهم: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. انحجزت وانحجبت قلوبنا عن دعوتك. لا ريب أن الذي ينكر الحق ويرفض الهدى ليس بعد الحق إلا الضلال. هذه الفئات المكذبة بدعوة الحق والرافضة للإيمان بها سوف تزج بأنفسها في الباطل والضلال، والضلال والباطل يؤدي بهم لأن يكونوا وقودا إلى النار في أخراهم، كما أنهم يدمروا حياتهم وحياة غيرهم في دنياهم. الضال المضل صاحب الباطل يجر الوبال على نفسه وعلى غيره في الدنيا وفي الآخرة. العنصر الفاسد في المجتمع يؤثر سلبا على المجتمع، يجر الويل والوبال على الناس ليس فقط على نفسه. ولأن في المجتمع نماذج من هذا القبيل، هذه النماذج المنحرفة عن الحق يعتصر لها قلب الرسول صلى الله عليه وآله، لأنها خسرت الخير كله. وكونها قلوب خاسرة مع أنها جحدت دعوته وكذبت به وأنكرت هداه وحاربته، إلا أنه يشفق عليهم، يحمل لهم الشفقة والرأفة والرحمة، ومتأسف أسف شديد، كاد أن يهلك نفسه حزنا وغما عليهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. آثارهم هنا جمع أثر، والأثر في الأصل هو موضع حلول القدم،
يطلق تطلق كلمة الأثر على موضع حلول القدم، ولكن في العرف واللغة أي علامة تدل على شيء ما تعتبر أثر. العلامات آثار، ولا ريب أن أهل الحق لهم آثار وأهل الباطل لهم آثار. أهل الحق لهم علامات تدل عليهم وصفات تشخصهم، كما أن أهل الباطل لهم العلامات والدلالات التي تعكس واقعهم المر. النبي صلى الله عليه وآله ينظر ويرى آثار أهل الجحود، آثار أهل الباطل، آثار أهل التكذيب، سواء الآثار البارزة من خلال فعالهم في الدنيا أو الآثار التي يخلفونها بعد انتقالهم إلى عالم الآخرة والتي تدل على كفرهم وجحودهم. خرجوا من الدنيا فخلفوا أثر الضلال وانتقلوا إلى النار وإلى السخط الإلهي. هذه الآثار الدالة عليهم ينقبض لها قلب رسول الله صلى الله عليه وآله إشفاقا بهم ورأفة عليهم ورحمة بحالهم. يود صلى الله عليه وآله الخير لكل الخلق، لكل الناس، يود أن يعتنق الحق الكل. ومودته هذه جعلته يحزن على أولئك الرافضين للحق حزنا بلغ به درجة الهلاك، حتى أن الله عز وجل يسليه يقول الله تعالى في سورة الشعراء أيضا، كما أن هذه الآيات التي تلوناها في سورة الكهف في سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا لعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله عز وجل يقول له: خفف على نفسك يا رسول الله، لأن هذه الدنيا جعلناها لهم دار امتحان وابتلاء واختبار، ولو أردنا أن نقنعهم ونجبرهم على الإيمان ونقصرهم عليه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الله عز وجل لم يرد من العباد أن يؤمنوا بالقسر وبالقهر، وإنما وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره، ومن أجل أن نبتليه ونختبره أعطيناه إمكانية النجاح فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا الإنسان مختبر على قيد الحياة. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هنا وفي سورة الكهف يقول الله عز وجل له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جاعلون ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. احنا قاعدين نختبرهم، نمتحنهم، ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ما هذه الدنيا إلا دار ابتلاء وامتحان واختبار، تختلف فيه درجات الخلق ومستويات إيمانهم، وبالتالي تختلف منازلهم عند الله عز وجل ورتبهم عند الخالق سبحانه.
من أجل ابتلاء الخلق الله عز وجل جعل هذه الدنيا أو جعل كل ما على هذه الأرض زينة لها. ولهذا انشغف عبيد الدنيا، عبيد التراب، عبيد الحطام، انشغفوا ببريق هذه الدنيا وما عليها من زينة، فتجدهم يسعون السعي الحثيث ليلا ونهارا تكالبا على هذه الدنيا وحرصا على نيلها وكسب ما فيها، حروب ودماء تسفك وأرواح تزهق وويلات تلم بالناس جراء التكالب على زينة هذه الدنيا الفانية، حرصا على نيل الدنيا، وكأنما الفرد منهم يحسب أنه مخلد في هذه الدنيا وباق فيها. لذا تجد الكثير إن ساقوا وراء تيار هذه الدنيا يعملون ليلا ونهارا من أجل كسبها. ورسول الإسلام صلى الله عليه وآله يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب. هذه وسائل الفساد منتشرة، البريق الخادع، بؤر الفساد على مصراعيها مفتوحة إلى الناس، وها هم أغلب الناس قد زجوا بأنفسهم في هوتها شغفا بزينة دنيا فانية، طمعا بلذائذ ومتع دنيا منقضية. أسباب عوامل الانحراف وأسباب الفساد منتشرة، شراك الدنيا منصوب، اصطيد فيه الكثير، الكثير سقط في شراك الدنيا وانخدع بها وهوى فيها. والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه 4 خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدا. ترى حتى عبد الدنيا يحمل الهم، مو بس المؤمن يحمل الهم، أبد المؤمن يحمل الهم والكافر والمنحرف يحمل الهم وشرور الدنيا تلوي على الكل، ويلات الدنيا تلذع الجميع. هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يتفرغ منه أبدا، وفقرا لا ينال غناه أبدا. إن شاء الله بتقول عنده فلوس، الغنى مو غنى المال، يمكن ذاك الفقير يأكل ويشرب أحسن مما يأكل ذاك الغني، هذا الغني ممنوع عن تلك الأكلة وممنوع عن ذاك الفراش وممنوع عن ذاك السرير وممنوع عن تلك المشية وعن ذيك القعدة وعن، وربما ذاك الفقير أبد يأكل ويشرب ولا يتألم ولا يتوجع. هو مو فقط إلا المال، هكذا إذن فقرا لا، هو الإنسان كله وعاء فقر ومسكنة، محتاج ومفتقر إلى المد الإلهي في كل آن وفي كل لحظة من لحظات حياته، فقرا لا ينال غناه أبدا، وشغل وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. لذا تجد المنشغلين في الدنيا أحدهم بينما هو تائه في ميدان هواه، مشتغلا بما كسبت يداه، لاهن عن آخرته بدنياه، إذ قد أتاه هادم اللذات، وفرق بينه وبين الأهل والجماعات، واختطف روحه العزيزة من بدنه وأخرجه عنه. شوية وإذا هذا المنغمس في الدنيا اللي ساق تيار الدنيا إلى الضلال وإلى العصيان وإلى التمرد على حكم الله عز وجل، وإذا به قد حمل على الأعناق، محمول على أعناق الرجال، يمد ذلك العزيز على المغتسل جثة هامدة لا يرفع يدا عن يد
ولا رجلا عن رجل تقلبه الأيدي كيف تشاء. قيل ينادى بصيحات: يا ابن آدم أين جسدك القوي ما ضعفك؟ أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ أين أحباؤك ما أوحشك؟ وتاليها وحيد: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نعم، لا ينجيه شيء، لا ينفعه شيء إلا تقدمة من عمل صالح. ورد عن علي عليه السلام قال: إن ابن آدم، وكما في الكافي: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله. هذا نتاج الحياة، نتاج ما في هذه الدنيا، أبرز النتاج. فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كحريصا شحيحا فمالي عندك. فيقول: خذ مني كفنك. خو المال ما ينطق، لكن الوجدان ينطق، الحقيقة تنطق، هذه هي الحقيقة وهي أبلغ من الكلام. خذ مني كفنك. يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا كنت عليكم محاميا فما لي عندكم. فيقولون: نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها. ويمكن بعد ذاك البعيد يحصل لولد ما يفكر فيه، ها، ما تعاش، ربما ما يفكر فيه أبد. هذا واحد يقول: كنت في لندن في أحد المستشفيات، يقولوا إلى جانبي على السرير شخص مريض على الفراش، يقول: أبد ما لا أرى أحدا يزوره ويتعاهده ويهتم فيه سوى العمال في المستشفى، لكن أحد غير يجي يزوره ما شفت. لكن يقول: قبل وفاته بيومين تقريبا رأيت شخصين، شفت شخصين قد أقبلا إليه، زاراه وقفا عنده شيئا ثم مضيا، وبعد يومين مات. يقول: سألت الطبيب، سألت الموظفين بالمستشفى، هذا ما عنده أهل، هذا اللي على الفراش ماكو عنده أحد يسأل عنه. قالوا: لا بلا، ما شفت الاثنين اللي جوا، الاثنين اللي جاءوا إلى زيارته ما شفتهم. قالوا: والله شفت اثنين جاءوا ثم خرجوا. قال: هؤلاء أولاده جوا باعوا على المستشفى ومشوا، خذوا فلوسهم ومشوا. هؤلاء ولدا، هذول اللي جوا ابناني إليه، جاء إلى المستشفى طول مدة طويلة ما يجوا زاروه ولا سألوا عنه، لكن لما شارف على الموت أقبل إلى المستشفى وباعاه على المستشفى حتى يشرحونه، اخذوا الفلوس ومشوا خلاص. يتولى المستشفى أمر تجهيزه. على كل حال، يلتفت ابن آدم إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا وكنت عليكم محاميا فما لي عندكم. قالتك فنواريك فيها. فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إنك كنت علي لثقيلا. صلي ركعتين، هذا شهر رمضان، قبل لا تنام، قبل لا تخلي راسك على الوساد، ركعتين دعاء قرآن، لا ثقيل، هذا الأمر ثقيل موحش. نعم، قل له ساهر طول الليل ذاك البعيد على ما لا ينفع ولا يجدي، بل ربما يرتكب من خلاله الإثم، نفس تركض وتلهث وراء هذا الشيء. يلتفت إلى عليه فيقول: والله ثقيلا.
وإني كنت لزاهدا فما لي عندك. فيقول أنا قرينك إذا أعرض أنا وأنت على ربك. أنا اللي وياك أنا من هنا. ما هي إلا دار فناء دار انقضاء. إنا جاعلون ما عليها ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. لاحظنا الآية ما قالت أيهم أكثر عملا، لا، أيهم أحسن عملا، لأن التعويل على ماذا؟ على الجوهر مو على الكم والكثرة. لا، الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه. ثم تأتي الآية التالية من بعد ذلك وتبين أن هؤلاء الناس الذين انخدعوا بالدنيا ومالوا إليها ثم خرجوا منها بالرغم لا بالرضا، وحملوا على الأعناق، ومن ثم جيء بهم إلى شفير القبر لتضمهم الأرض وينطوي عليهم التراب، حتى قيل أن ابن آدم إذا وضع على شفير القبر ينادى بصيحات: يا ابن آدم هل تزودت من العمران إلى هذا الخراب؟ وهل أخذت من النور إلى هذه الظلمة؟ يا ابن آدم تذهب إلى سفر بغير زاد وتصير إلى بيت ما أهوله. تروح إلى هذا السفر وما تحمل وياك زاد، خسران ما بعده خسران، وشقاء ما بعده شقاء. هذا التراب اللي ضم الكثير، ضم الكبير والصغير والغني والفقير والملك والمملوك، ضمهم التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التراب اللي ما يفرق أبد بين ملك ومملوك، بين ملك وسوقي أبد. ولهذا هكذا الإسكندر ذو القرنين لما مر بالمقبرة وذاك الظاهر بحفر القبور وسأل: ماذا تعمل؟ قال له: أنا موظف، أريد أبحث، أريد أطالع القبور هذه، هل هناك فرق فيها بين عظام السوقة وبين عظام الملوك؟ قاعد أفتش أطالع، لكن الواقع ما رأيت فرق أبد. عظم الملك وعظم السوقي كلاهما ذاب وتحول إلى تراب. قال له الإسكندر ذو القرنين: أحسنت، لقد وعظت فأبلغت. يقول له: أنا ملتفت، أنت جاي تريد توعظني، توقظني، تريد تقول هالحاشية وهالجند وهالقوات وهالدنيا الوياك لا تخدعك، لا تخليك تحمل القسوة على العباد والشر إلى الخلق، احمل الإشفاق والرأفة والرحمة كما حملها رسول الله صلى الله عليه وآله. أبد لا تغرنك هذه الدنيا، لأنك ستكون على حد سواء مع الفقير، وربما الفقير إذا كان من أصحاب العمل الصالح هو الناجي في روضة من رياض الجنة، أما سواك من الذين عصوا الله عز وجل تكون قبورهم حفرة من حفر النار. نستجير بالله، أوصى إعرابي أن تكتب على قبره هذه الأبيات: يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم؟ لا تستعزوا بالحياة فإنكم تبنون، والموت المحتم هادم. ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم. الخادم والمخدم على حد سواء، ضمهم التراب. هذا التراب، هاي الأرض التي الله عز وجل جعل ما عليها زينة، وزينة الدنيا وخير الدنيا وبريق الدنيا جعل الناس ينسون خالقهم، ينسون بارئهم، ويلهثون وراء هذه الدنيا، وراء ما على وجه هذه الأرض. القرآن يذكر: ترى هالأرض اللي انخدع بها الناس تاليها تنتهي، كل هذا البريق يتلاشى. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما على هذه الأرض من قصور فخمة، من بساتين،
من أموال، من خيرات، الواقع جمعها الكثير من الحلال ومن الحرام ومن الغصب ومن النهب ومن سفك الدماء ومن ظلم العباد، وتالها كل ما على وجه هذه الأرض شي يصير. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا، الصعيد وجه التراب، وجه الأرض الذي يتضح فيه التراب، هذا الصعيد، الصعيد وجه الأرض الذي يتضح منه التراب، صعيدا جرزا، الجرز الأرض التي لا ينبت فيها الكلى، الأرض المواد اللي لقلة الماء وللجفاف حتى النبت الذي عليها يموت خلاص ماكو شيء بعد. هكذا تعود الأرض. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني هذه البريق كلها، هذه الزينة كلها منقضية ومنتهية. فمن ينخدع بها خاسر، ومن يلهث وراءها شقي. ولكن للأسف أكثر الناس صاروا عبيدا للدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، وإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، كما يقول حبيب الزهراء، كما يقول سبط المصطفى عليه السلام الذي لاذ بقبر جده وقد جار أهل الدنيا عليه مناديا جداه أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم ضيعوني، هضموني وضيعوني وكادوا يقتلونني. وهذه شكواي إليك حتى ألقاك، جارت الدنيا على مثل سيد شباب أهل الجنة حتى أنه لم يجد له مأوى، لم يجد له مأوى يؤوي يشكو إلى جده المصطفى ما ناب وما ناب أهل بيته. اقعد يا هاد الأمة لحسين عاين حالك، اقعد يا هاد الأمة حسين عاين حاله. من المدينة شايل ويا هلا ورجال لوسط القبر ضموني يا جدنا وياكم، لا حاجة لأبقى يا جد بين أعداكم، يا جدنا يردوني أشيل هذه كتبهم بيدي أهل الغدر محتال. جدا من غاب عنا شخصك جارت علينا الأمة، غصب الخلافة من علي والكل يطلب دمه، وتفرقت جمعتنا من بعد ذيك اللمه ومن بعد ذيك العزه، صرنا بس وحاله.
ربوها وكثروا بليعها منها ومن الأرض غصبوها وشابة أبونا المرتضى بفيض الدماء خضبوها وفي وسط فرضى فرقوا بينه وبين عياله وبقيت أنا وعضيدي من عقب ذيك الدولة وسيوفهم يا جدي برقابنا مسلولة ودسوا اللعين اجعدة وسمت اخويا بينا وظليت مالي ناصر الود تحت ظلال ولا صديق جاء متحير انا يا جدي والله دليل الحاير اللي اخذني يا جدي عندك وسط القبر والحاير لا حاجة لي أبقى في دنيا ميال وما زال يشكي الجدة مما جنت الأمة ولا بجدة جالة وإحنا عليه ضمة وقبل أولاد ابن حرا وإحنا الأمين يشمة ويخاطبه ودموعه مثل المطر همال ويقول قل للشهادة يا ابني ما لك مناص عنها وارض البلا والكربة لابد ما تسكنها وجثة ربي تبقى بحر الرمضاء وتدوسك الخيال اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم تقبل عزاءنا همومنا وهمومنا من علينا بفرج من عندك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا أرحم الراحمين إلى أرواح العلماء الأبرار والشهداء الأطهار والمؤمنين الأخيار اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.